أنا صراحة شخصياً بأمر بهذا الموقف الآن، بأبيع كل عفش بيتي حتى أدوات المطبخ كاملة، إيش تنصحني؟ إيش أنسى الطريقة؟ يعني في الحقيقة في عالمنا العربي ما زالت المزادات التي تقام أسبوعياً وبشكل منتظم للسكند هاند أو للأدوات المستعملة غير منتشرة على مستوى كبير، وبالتالي أفضل طريقة هي الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. ولاسيما نتحدث هنا عن المنصات والفيسبوك وغيرها من أجل تسويق هذه السلع وعرضها بشكل أنيق ومرتب وتحديد سعرها ومواصفاتها، والأهم أن نكون صادقين في عملية البيع، أي أن لا نكذب وأن نقول إذا كان هناك من سلعة ما مخدوشة أو تعاني من عضب ما يجب علينا أن نظهره وأن لا نخفيه، لأن طبعا من يدفع أمواله عليه أن يستحق ما يأخذه من سلع وبضائع. والأهم وهو العنصر الذي قد يغيب أيضا عن مفهومنا هي أي عندما نبيع ما نمتلكه أن يكون هناك قصة.